هذا يعتمد على المريض وعلى مده الزمنيه بعد عمليه التكميم. فاذا كانت المده الزمنيه اكثر من شهر والمريض ما يشتكي من اي مشاكل بعد عمليه السمنه فبامكانه استطاعه الصيام. لكن اذا كانت المده اقل من شهر ولدى المريض مشاكل من ناحيه الشرب فلا بد التفكير لعده اسباب. السبب الاول الجفاف. الجفاف اذا كانت في قله في شرب السوائل فالجفاف يسبب ترهل، يسبب تجلط لا سمح الله، يسبب ضعف في حميه حرق الدهون، ويسبب وهن وقله طاقه. لذلك يفضل اول شهر ان المريض يشرب سوائل لدرجه انه يشوف لون البول لونه فاتح. وصعب انه في اول شهر المريض يشرب سوائل بكميات كبيره خاصه في فتره الصيام. السبب الثاني الاكل. الاكل بعد عمليات السمنه لابد تكون اكل بكميات قليله ومتكرره خاصه اول شهر، لانه الاكل في رمضان اذا كان صيام ويكون الافطار وجبات صغيره فيكون فيه صعوبه وحيكون فيه وهن وضعف في الجسم بشكل عام، لذلك ناجلها بعد شهر. والسبب الثالث متلازمه الاغراق. متلازمه الاغراق هذه متلازمه تصاحب بعض عمليات التكميم وكذلك عمليات تحويل المسار. هي انه المريض اذا اكل سكريات وشرب سوائل يحس بنوع من الخفقان والارهاق والغثيان واحيانا الاسهال، لذلك يتجنب انه يكون فيه سكريات او اكل بكميات كبيره مصاحب لشرب السوائل. وهذه عاده نتفاداها في فتره الشهر الاول لانها تعتبر مؤقته في بعض الحالات. والسبب الاخير الفيتامينات والمعادن. الفيتامينات والمعادن لابد انه في اول شهر ان الشخص ياخذ فيتامينات والمعادن طوال اليوم حتى يكون في تجنب، لانه في الشهر الاول غالبا يكون في نزول الوزن باعلى معدل في عن الشهور التي تليها.